ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجي عطفه رموشه سيوف موت جات مستنه منها عروقي ورا لضلع من شطفه يا ناوي تخطف القلب اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطف القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كفك طافه بعد قطفه يا ناوي تخطف القلب اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطف القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كفك طافه بعد قطفه القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافة بعد قطفة الطف ترى في كتاب الله والسنة من تاب يكسيها رب البيت من لطفة والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة كيف يتكبر وهو مخلوق من نطفة سكن خفاق واللطفة والكبر صاحب هماه يدخل الجنة كيف تكبر وهو مخلوق من نطفة سكنت في خافقي والله له المنة قم ولع الشوق في الخفاق واللطفة